السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنراجع بسرعة سريعة على الدرس الأول ونكمل حل الأسئلة. طبعا مش أنا اللي هتكلم، أنتوا اللي هتتكلموا. جاهزين؟ جاهزين؟ لا جاهزين، إحنا يا مس الحصة اللي فاتت حفظناها مع بعض. جاهزين يا مس، جاهزين إن شاء الله، يلا مالكوا؟ ما فيش. أوكي، أعتبر إن أنتوا جاهزين. طيب هنبدأ أول حاجة بطبقات الغلاف الجوي. قبل ما نتكلم عنها عايزين نعرف الضغط الجوي، نبدأ برهف. بسم الله. اتفضلي المايك معاكي. الضغط تمام. الضغط الجوي صح؟ الضغط الجوي تمام. الضغط الجوي، ضغط الجو ولا الغلاف الجوي الجوي للأرض. الأرض؟ اوكي، قولي الأول الغلاف الجوي للأرض وبعدين ابدأي اشرحي يعني ايه ضغط جوي. تمام. الغلاف الجوي الأرض هو غلاف غازي بيحيط بكوكب الأرض، لما بتدور حوالين محورها وبيدور معاها برضو، وبيمتد بارتفاع 1000 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر. أما الضغط الجوي فهو وزن عمود من الهواء، مساحة مقطعه ثانية مساحة مقطعه وحدة المساحات اللي هي واحد متر مربع، وطوله ارتفاع الغلاف الجوي. برضه والضغط يعني إلى الجوي حد ما ما بتشرحيش، أنا عايزاكي تشرحي شوية. تمام. أما الضغط الجوي بقى، فهو الضغط الجوي بيقدر بوحدة البار أو الملي بار، وكل واحد بار بيكون فيه 1000 ملي بار. أوكي تمام. إيه بقى الضغط الجوي المعتاد؟ الضغط الجوي المعتاد هو الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر، وهو بيساوي ثاني كم بيساوي كم؟ 1000 سنة كم كان؟ مش فاكرة. 1013 و25 من 100 صح؟ كمان مرة، الضغط الجوي المعتاد 1013 و25 من 100 1013 25 من 100 ملي بار. ملي بار. برافو عليك، اللي هو المفروض عند مستوى سطح البحر صح كده؟ تمام ممتازة. طيب عايزاكي تقولي لي امتى بيقل الضغط الجوي؟ يعني ليه بيقل لما بنطلع فوق وليه بيزيد لما بننزل لتحت عن مستوى سطح البحر؟ بس الضغط ترسمي وانت بتشرحي، الجوي نعم، هترسمي وانت بتشرحي، هرسم ازاي؟ يعني انت دلوقتي بتشرحي لي الضغط الجوي. انت قلتي لي ان الضغط الجوي عند يعني سطح البحر المعتاد 1013 صح؟ طيب ليه الضغط الجوي بيزيد لما انا هنزل عن مستوى سطح البحر وليه بيقل لما انا بطلع عن مستوى سطح البحر؟ معرفش ايه الرسمة الغريبة دي، بس ماشي يعني. تفضلي. الشمس منورة. ان احنا لما بنطلع لفوق، الضغط الجوي بيقل، او عمود الضغط الجوي بيقل عشان عمود الهواء بيقل، وكمان وزنه لما عمود الهواء بيقل، او ان احنا بنطلع فوق وزن عمود الهواء بيقل. اما لما احنا بقى بننزل لتحت، الضغط الجوي بيزيد، وكمان ليه الوزن بيزيد بقى؟ عشان ايه اللي زاد؟ عشان طول عمود الهواء زاد، وكمان وزنه بيزيد. اوكي برافو عليكي صح. اي نعم ما رسمتيش بس كلامك منطقي وصح، برافو عليكي. تمام. فاكرة كان في ملحوظة صغيرة أخدناها قبل كده بتقول لنا إن المفروض 90% من كتلة الهواء الجوي بتكون على ارتفاع كام يا بنات؟ كم يا مس؟ لما كنا بنرسم كتلة الهواء الجوي، امسحي كده يا رهف تمام. وضحها لكم. كنا بنقول إن أدي سطح البحر، أنا عندي لغاية ارتفاع 3 كيلو متر كام؟ 50% من كتلة. أيوة مين اللي افتكر؟ جوي برافو عليكي، انا من امسح. كتلة الغلاف الجوي. برافو يا حبيبة. ولما بنطلع تاني من بعد الثلاثة دي نعد 13 كيلو متر كان كام؟ كان 16. هيبقى 40% 90. من الكتلة، يعني المفروض يا مس من سطح البحر ده لغاية 16 كيلو متر كام؟ 90% من كتلة الهواء صح؟ هيكون 90. 90 على ارتفاع 16 كيلو متر في 90% من كتلة الغلاف مين؟ الجو الجو. الجاي تمام؟ افتكرتوها؟
قلنا الملحوظة دي مهمة عشان لو اتسألنا فيها قبل كده. طيب ايه اللي كان بيحصل؟ ده لسه رهف دلوقتي بتتكلم، لسه ما جاش دور حبيبة. ايه اللي كان بيحصل يا رهف لكثافة الهواء لما بنطلع لفوق؟ كان كثافة الهواء كانت بتقل. كانت بتقل. برافو عليكي، كثافة الهواء بتقل كل ما بتطلع لفوق، وفهمناها ساعتها ليه. طيب نبدأ برهف بقى. أخذنا حاجة اسمها خرائط الضغط الجوي يا رهف، يعني إيه؟ يا حبيبة قصدي. تمام، السيارات الجوية هي تبقى خطوط متساوية، يعني بتصل بين مناطق ومناطق عشان أيوة تحددها الضغط الجوي مثلا مرتفع أو منخفض. تمام بتتقاس جميل. بتتقاس بوحدة ولا بتتقاس بأداة ولا بتتقاس بإيه؟ لا هو الضغط الجوي بيكون معروف على الخريطة دي، الضغط الجوي بيكون معروف. احنا اخدنا تمام جهازين، يا مين مس، فاكرهم؟ انا يا مس الان الاثنين شكلها على قوي. مهلك، هو بيلخبط شوية، على مهلك. انا فاكره يا مس نستنى نخلي الاسم حبيبة يرتي. ايوه لا الاندرو. صراحه انا عارفه الاندرويد الالتيميتر تقريبا، الالتيميتر. الانيرويد والالتيميتر. تمام، والالتيميتر. برافو عليكم. طيب اول جهاز اسمه ايه؟ الانيرويد. الانوري كان بيستخدم في ايه يا الانيرويد بنات؟ بيحدد الطقس، تمام، بمعلومية مين؟ ضغط الجو. برافو عليكم. طب والجهاز التاني الالتيميتر؟ كان بيتقسم لاتنين، التيمتر عادي والتيمتر رقمي. كان في اتنين، عادي ورقمي. قلنا اصلا الثانية وظيفته اولا دوري ولا دور استخدمه حبيبي عشان ايه؟ ولا احنا الاثنين بنقول في الحتة دي؟ ايه؟ بدوري ولا دور حبيبي ولا احنا الاثنين بنقول في الحتة دي لا ولا ايه؟ الاجهزه دي انتوا الاتنين بتقولوا مع بعض. ها بيحدد ارتفاع التحليق بمعلومية الضغط الجوي. برافو عليكي، الارتفاع اللي وصلت له الطائرات بمعلومية الضغط الجوي. برافو. طب نرجع لحبيبه وهي بتتكلم عن خرائط الضغط الجوي وايه وظيفتها بالنسبه للطائرات، وازاي ينتقل الرياح من اي اماكن لاي اماكن. من مناطق الضغط الجوي مرتفع لحد مناطق الضغط الجوي منخفض. برافو عليكي. طيب ايه وظيفة ده بالنسبة للطائرات؟ يعني الطائرات تستفاد بإيه؟ إن هي بتحدد الحركة بتاعت الرياح، مثلا هيروح فين حتة. بس طب وليه مهم ليها تعرف اتجاه الرياح؟ علشان هي تعرف الطيارة هتاخد معاها بنزين قد ايه، ويعني هتاخد الهواء تمشي بسرعة قد ايه. برافو عليك، وهتاخد وقت قد ايه عشان توصل؟ ممتازة. طيب اتكلمنا بعد كده عن طبقات الغلاف الجوي، عايزاكي تقولي لي ايه هم الاربع طبقات اسمهم بس. تمام، التربوسفير والستراتوسفير والميزوسفير والثيرموسفير. برافو عليكي، اول مره كنت بتتلخبطي فيهم. لا ايه بس الاسماء دي ماليش يا مس؟ ايه الاسماء دي يا مس؟ هديكي خلاص يا حفظتيني مس يا بقى. عبير. طب ايه الحد الفاصل ما بين كل طبقه والتانيه؟ اول اسم يعني مثلا التربوسفير والستراتوسفير هيبقى ما بينهم التربوبوز، والستراتوسفير والميزوسفير هيبقى ما بينهم الستراتوبوز، والميزوسفير والثيرموسفير هيبقى ما بينهم الميزوبوز. برافو عليكي، مين الشاطرة اللي علاماتك ازاي تحفظيهم كده؟ حضرتك يا مس ماشي، شكرا يا بنات. طيب نبدأ بأول طبقة تشرحها حبيبة برضو، تاني طبقة رهف. تمام. خدنا عنها كام معلومة؟ التربوسفير أخدنا كتير عن الطبقة الأولى، فبالراحة كده رتبي أفكارك وابدأي اتكلمي، ولو عايزة تستخدمي السبورة عادي. تمام، مش عارفة أصطدمها في ايه يعني. اي حاجه عايزه تكتبيها مش مشكله، عايزه تفهمينا حاجه براحتك برضو. الأرض هنا عايزه وهي بتقع هنا أول حاجة، هي تقع هنا أول حاجة، ماشي. ويحصل فيها كل التقلبات الجوية علشان هي مضطربة، بيحصل فيها البرق والرعد والشتاء وكل حاجة، تمام، السلام عليكم. وعليكم عشان السلام. فيها نعم يا مس. لا لا، محمود بس بيقول السلام عليكم، بقول له عليكم السلام. تمام. وسمكها 13 كيلو متر. تمام، واللي بتفصل ما لا هو لازم اقول اللي بتفصل ما بينهم ايه، يعني بتفصل ما بين عادي مش التربو مشكلة. تربوسفير وستراتو. التربوز تمام، وان ده لما بنرتفع لفوق عند كل 6.5 ثانية، يعني كل ما نطلع كيلو متر بيقل 6.5 درجة لا لا لا، لحد كل ما اخرها نطلع 6.5 متر بيقل 1 درجة. تمام. انا عبكت دي هو كل ما 6.5 متر بيقل كل ستة لحد ونص متر ثالث. بيقل 1 درجة.
تمام. والهواء بيتحرك رأسي اللي هو من يعني الساخن بيطلع الأعلى والبرد بينزل الأسفل. ايه تاني؟ ثواني بس بفكر. او في حاجة 95 اللي هي 75 من كتلة الغلاف الجوي، يعني بيحصل فيها كل، يعني هي فيها ثواني يا حبيبة، رهف انت مركزة معانا؟ ايس. لا، عشان في حاجة حبيبة قالتها، يعني في حاجة لخبطنا فيها انا وهي، قلناها غلط، وانا المايك كان مقفول يا من شويه لسه فاتحه. يعني ما كنتيش مركزة معانا. لا هو ماما اخدت مني التليفون تشوف حاجه وانا دلوقتي مركز معاكم. طيب رهف معلش ارجعي مرة تانية قولي لنا ازاي بتقل درجة الحرارة. درجة الحرارة في التربوسفير لا لا، بتقل ازاي؟ يعني كل ما تطلعي قد ايه تقل قد ايه؟ درجة الحرارة كنا كل ما بنطلع فوق. ايوه انا افتكرت، انا سمعتها. كانت كل ما هي قالت كل ما بنطلع فوق 1 متر بتقل 6.5، بس احنا كل ما بنطلع 6.5 هي بتقل 1، لا، صح؟ كل لما بنطلع 1 كيلو بتقل درجة الحرارة 6.5. ايه ده والله؟ مش العكس؟ يعني كل كنت غلط. يعني انت كنت قايلاها، بس رهف ما كانتش مركزة معانا. كل لما بنطلع ايه واحد ده، بص، كل لما بنطلع لفوق 1 كيلو متر بتقل درجة الحرارة بمعدل 6.5 درجة. اوكي، تمام. فهمناها. ركزي يا رهف عشان انت اللي تمام. بتصحصحي الحبيبة، كملي يا حبيبة. هي بيحصل فيها كل التقلبات الجوية عشان هي تشمل 75% من كتلة الغلاف الجوي. أيوة صح، وهي اللي بتسيطر عشان فيها 90%، لا 99% من بخار الماء. برافو عليكي، تقريبا كده قلت كل حاجة 99% من عندها. بخار الماء. فاضل بس انت تقولي لي الضغط الجوي عندها كام. الضغط الجوي كل ما نرتفع لفوق لحد يعني بيقل، مش عارفة بيقل قد ايه، تقريبا بيقل 1 كل ما نطلع لفوق، لا، هو بيقل، او اخرها بس هو مش 102. محدد بيقل قد ايه. هو انت هتقولي لي ان هو بيقل لحد ما يوصل لكام، 100 مللي بقى. 100 مللي بار. برافو عليكي. طيب حركة الهواء بتكون ازاي؟ بتكون رأسية. ايوه صح، رأسية. برافو عليكي. درجة الحرارة بتوصل لحد سالب كام؟ 60. ستين. ممتازة يا حبيبي، ممتازة جدا. دلوقتي رهف، الطبقة اللي بعدها ستراتوسفير. تمام. طبقة الستراتوسفير هي الطبقة التانية، ودرجة حرارتها كانت بتبدأ من عند السالب 60 لحد ما توصل للصفر المئوي، برافو. وسمكها كان 37، وكمان الضغط الجوي تانية بتاعها بيقل لحد كام؟ الضغط الجوي بيقل لحد، ثانية، الضغط الجوي بيقل لحد 1 مللي بار، 1 مللي بار. صح. او الهواء فيها بيتحرك افقي. مش انت تقولي اهم حاجة في الطبقة كان بيميزها؟ ان هي بتحتوي على معظم غاز الاوزون، تمام. وده بيمتص الاشعه البنفسجيه اللي هي الخارجه عن الشمس. و ماشي، عشان كده درجة الحرارة بتاعتها بتكون لحد كام؟ الصفر. بتوصل لحد الصفر المئوي، تمام، ممتاز. والهواء فيها بيتحرك أفقي، ان الجزء عندها يعني الجزء السفلي اللي ما بيكونش فيها غيوم، عشان كده بتكون مناسبة لحركة الطائرات. وفي حاجة تانية؟ ها، تقريبا بس كده انت قلتيهم كلهم. طيب ايه يا حبيبه بالظبط اللي انت مش فاهماه؟ لو بس سفح الجبل ومش عارفة بتقل، مش عارفة ايه، مطار الانخفاض، الحاجات دي. طب امسحي اللي انت عملتيه ده وهنشرحها تاني مع بعض. انت قصدك على الضغط الجوي؟ ايوه طب اوكي، امسحي بس الارض اللي انت رسمها. بصوا يا بنات، بالراحه خالص، ده يعتبر يا مس، نعتبر ان ده سطح مين؟ سطح البحر. المفروض ان الضغط الجوي علشان تقدري تحدديه تشوفي العمود من الهواء وزنه قد ايه وطوله قد ايه. تمام، يبقى الضغط الجوي هو عباره عن وزن عمود من الهواء وطوله. فانت لما بتيجي عند مستوى سطح البحر وتقيسي مثلا الضغط الجوي، اهو ده العمود عند النقطه دي، وليكن هنقيس الضغط الجوي عند النقطه دي. تمام، دي السما خلاص، وقفنا هنا مثلا، وليكن فده الضغط الجوي، كل العمود ده وزنه وطوله. طب انا لو قلت لك في جبل هنا على البحر كده، ورحت انت عشان تقيس الضغط الجوي، المفروض وزن الهواء، وزن عمود الهواء لحد هنا. تمام، طب لو نزلنا تحت، تحت البحر، فالمفروض ان هو برضو وزن عمود الهواء، فالعمود ماله طول اكتر. مين اللي الضغط الجوي بتاعه اعلى؟ ده.
وبعدين ده مين اقل واحد؟ ده على اي اساس يا مس؟ على اساس عمود الهواء. المفروض ان الضغط الجوي عباره عن ايه؟ وزن عمود الهواء. حبيبه اللي احنا بنشرح لها خرجت. هو في حد بيرن لحظة. اوكي اتفضلي. ايه يا حبيبة رحت فين؟ مش عارفة أزوم الراجل. لوحده كده؟ أيوة هو كل شوية بيخرجني. طب يلا بينا نكمل. يبقى يا مس عبارة عن ايه؟ احنا عشان نعرف الضغط الجوي يبقى محتاجين نعرف وزن عمود الهواء. فالمفروض لو عند مستوى سطح البحر ده عمود الهواء، الطول ده طوله ووزنه. طب هنا اطول، مش ملاحظين ان هو اطول؟ طب وهنا أيوة مش ملاحظين ان هو اقل واحد؟ طب ليه؟ طيب انت عندك ضعيف يا محمود ولا ايه؟ لا نت يبقى عندي هالي. طب ليه المشكلة؟ انا مش عارفة بصراحة ايه المشكلة. هو اللينك مش بتاعي انا، فانا مش عارفة فين المشكلة. طيب نركز مع بعض دلوقتي. وزن عمود من الهواء، فالضغط الجوي هنا وليكن مثلا 30، فهنا يا مس هيبقى كام؟ أكبر حاجة 50، هنا أقل يبقى كام؟ 10. طب ليه قلت الكلام ده؟ عشان أنا شفت عمود الهواء لما أنا نزلت تحت، فعمود الهواء ماله طول، فبالتالي وزنه زاد. طب وهنا؟ لا أقصر شوية. طب هنا؟ لا قصير خالص، وزنه قليل خالص. فالضغط الجوي عند النقطة دي أقل، هنا كبير خالص، هنا انا معاكي يا قصر. مس، شفتيها يا حبيبة؟ لا انا بقول انا معاكي يا مس. انا رهف، أيوة يا رهف. حبيبة كنت بتسألي على الضغط ده، فهمتيها ولا لسه؟ هو ممكن عشان هو أنا الكتاب بس فيها حاجات تانية فهي فعلا بتلخبط شوية، بس احنا فاهمينها. المشكلة برضه لما جيت اقرأها من الكتاب حسيت ان هو بلخبطة، بس تعبتها في الآخر أنا يعني. مش أوكي. شرح تعالوا يعني، تعالوا نبسطها كده في الكتاب. هي موجودة فين؟ ثانية يا مس، صفحة، ثانية أفتح كتاب. ها 146، مية 142، 49، 146. 42. لا ده يا انتوا كده مس، 9. طلعتوا بره الدرس خالص يا بنات. لا يا مس، أنا متأكدة 149 أهي. هي 49 مين؟ التسعة؟ 49 دي أصلا. اه يا ممكن لا أعوزها على يا مس والله. الواجب. أنت قصدك على الواجب؟ ايوه المسائل اللي احنا أيوة كنا بنحلوها قصدي على الحتة اللي هي فيها الشرح. اللي فيها تسعة الشرح. وأربعين فين؟ طب استنى اشوف أنا 49 عشان دي انتوا نقرأ حطوها السؤال. فين بالظبط، نبسطها شوية. هي قصدها على الواجب اللي احنا كنا واخدينه، اللي هو على الواجب اللي إذا كانت بيحلوه. درجة بيقول إذا اللي كانت صح درجة وغلط، الواجب صح وغلط اللي كنا واخدينه ولا ايه؟ لا 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 لا، حاجة تانية كده. هي قصدها عليها ايه اللي هي بيقول الرسمه إذا دي؟ كانت درجة ايوه يا مس، اذا كانت رقم درجه الحراره 2 عند يا سطح يوسف. جبل، اذا كانت درجه الحراره عند سطح جبل ارتفاعه 4 كيلو متر هي 40 درجه، احسب درجه الحراره عند المنتصف. ده غير اللي انا بشرح فيه خالص يا حبيبه. بالراحه، سيبك من عند المنتصف. دلوقتي درجه الحراره عند السطح، ارسم الجبل عند السطح يعني هنا بكام؟ ب 40 درجة. طيب وارتفاعه كام؟ ارتفاع الجبل كام؟ 40، 40 متر. لا ارتفاعه 4 كيلو متر ودي 40 درجة. تمام. انا عايزة درجة الحرارة عند القمة، تعالي احسبي لي درجة الحرارة عند ايه؟ عند القمة. ساعتها يا مس هنطرح الـ40 من الأربعة. لما تيجي تطرحي درجة الحرارة اللي عند السطح في مقدار الانخفاض، فاهمة؟ يعني هو هينخفض قد ايه؟ بس احنا معرفش انخفاض. بس انت تعرفي ان طوله 4 كيلو متر، وانت عارفة ان كل 1 كيلو متر بتقل درجة الحرارة كام؟ 6.5، صح؟ هبسطها لكم تاني يا بنات. بصوا كده، لو احنا نمسح كل ده، ادي الجبل وليكن الجبل ده ارتفاعه 4 كيلو متر، تمام؟ انا واقفه هنا، لما اطلع فوق عايزه اعرف درجه الحراره في القمه هتكون كام. طيب بالراحه، احنا متفقين من زمان ان كل لما انت تطلعي 1 كيلو متر درجه الحراره تقل 6.5، صح؟ طب دول 4 كيلو متر، يبقى درجه الحراره هتقل كام مره؟ كل 1 كيلو متر 6.5، يبقى 6.5 في 4، صح؟
بكام بقى؟ 6 ونص في 4. ثانية واحدة. على مهلك بالآلة حاسبة. هتطلع معانا ب 26 صح؟ يبقى درجة الحرارة بتقل ستة يا بنتي وعشرين بالأربعة متر دول ب 26. طيب هو بيقول لك في السؤال إن درجة الحرارة عند السفح ب 40 درجة، عايزك تعرفي عند القمة بكام؟ فالمفروض يا مس عند القمة يعني درجة الحرارة هتقل بمقدار 26 درجة عشان هو 4 متر صح؟ عند القمة يبقى هنجيب درجة الحرارة عند السفح اللي هي ب 40 ناقص مقدار الانخفاض، قال لك قد ايه درجة الحرارة؟ انت حسبتيها 26 يبقى 40 ناقص كام؟ 26 تساوي كام يا بنات؟ هتبقى 24 24 14 لا ليه أربع بقى آه ب 4؟ من 40 أنا غلطت تبقى 14، نسيت. يبقى المفروض درجة الحرارة فوق ب 14 درجة تمام؟ تمام هو بيقول لك احسبيها عند المنتصف، عند منتصف الجبل، الجبل كله 4 كيلومتر يبقى عند المنتصف كام؟ 2 كيلومتر صح؟ صح طيب 2 كيلومتر يبقى درجة الحرارة هتقل مرة 6 ونص ومرة تاني 6 ونص، يبقى هتقل قد ايه؟ 13 درجة صح؟ طب هنا درجة الحرارة 40 عند القاع، يبقى لما تطلع للمنتصف تقل 13، يبقى 40 ناقص 13 فيها الكام يا بنات؟ فيها 27، يبقى درجة الحرارة عند المنتصف ب 27. فهمتوها ولا تهتوا من الأرقام الكتير دي؟ فهمنا. حبيبة 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 سامعاني؟ طيب ما تخافيش مني، قولي لو مش فاهمة هنشرحها تاني. هو حبيبة انا كان ده كل كان طول الحصص عمال يقطع اصلا. هي بتقول ميس طب ردي ايوه سامعاكي حبيبة، سمعتينا؟ ايوه لا ايوه بس انا فاهم، انا سمعت فهمت وبعد كده اتقطع. طب الحمد لله خلاص كده فهمتيها يعني؟ ايوه يا مستر تمام. اوكي يلا نرجع نكمل. الطبقة الثالثة المفروض ان هي مين؟ الميزوسفير صح؟ يس اوكي محمود هو يشرح الطبقة الثالثة الميزوسفير، يلا يا محمود. نعم مس هتشرح الطبقة الثالثة الميزوسفير، ابدأ اشرح لنا. تمام. الميزوسفير الترتيب يتكون فيها الطبقة الثالثة من طبقات الغلاف الجوي، تقع بين طبقتي الستراتوسفير والسيروموسفير. معنى اسم لا الميزوسفير لا انت كده بتقرا، انا عايزاك تفكرني كده كأنك بتراجع يعني، انا همشي الصفحة دي وانت ابدأ اتكلم عنها. بشرحها ازاي انا مس يعني كأني بقول لي صفاتها، يعني ممكن انا اسألك اقول لك هي الطبقة الرقم كام؟ ها الترتيب الطبقة رقم كام هي؟ تاني التالتة صح. طب قول لي قمة بالطبقة مين؟ مش طب اجيبها لها عشان اقراها. لا ما انا بسألك انت المفروض تكون فاكرها. احنا دلوقتي بنراجع على الطبقات اللي احنا اخدناها الحصص اللي فاتت. تمام ها تسمى بالطبقة ايه عارف؟ الصوت بيقطع مس، بسمع اول كلمه والباقي ما بسمعوش. اكتبي لي على الشات. مش هينفع اكتب لك على الشات هناخد وقت طويل، فانا بقول لك تسمى بالطبقة ايه؟ هي الطبقه الثالثه تعرف اه باسم ليها ال اسم. يا محمود ممكن تروح تقعد في مكان هادي يا حبيبي، طول ما انت قاعد في دوشة مش هتركز، اقعد في اوضتك.
أمي سامعني؟ اه سامعاك، بقول لك اقعد في مكان هادي، حاول تقعد في اوضتك. بس ها اه يا حبيبه هاي سامعني؟ اوكي صوتك مالك، بيقطع يا حبيبي. حبيبة خرجت والحالة حالة. اه النت عندها وحش خالص، ومحمود اللي هو عنده النت وحش خالص، انت الوحيده اللي النت مظبوط، ربنا يستر. حبيبة جت ايه يا حبيبه، حبيبه افتح المايك، في كل الحصص النت حلو ما عدا حصتي انا. طب انا هعمل ايه؟ طيب ما رهف سامعيني لا، كويس هي يعني؟ مش قصدها كده، هي قصدها ان كل الحصص النت يعني تحفة بزيادة. لا ده محمود اللي كاتب. انت كل حصه بتحضرها معايا بتبقى عندك مشكله انت في النت، لا كلهم يا ميس، البنات هو في كل سامعيني. الحصص هما الاتنين كانوا عمالين يخرجوا طول الحصص اصلا. بس اه يا حبيبه معانا دلوقتي؟ ايوه يا ميس، طيب تمام كده، تبدأ رهف تشرح لنا الطبقة الثالثة، يلا بسرعة بقى عشان وقت. تمام. الطبقة الثالثة، ثانية، الميزة الصغيرة هي الطبقة الثالثة، واسمها الطبقة المتوسطة عشان هي يعني هي في نص طبقات الغلاف الجوي للأرض. برافو. وسمكها كان 35 كيلو متر، وضغطها الجوي كان واحد من 100 ملي بار، وإن هي كانت بتحمي كوكب الأرض من الكتل الصخرية الفضائية. كانت بتكون مين؟ صهوة؟ وثانية، كان في بعض يعني في الجو الأرض كان بيكون شهب. و ثانية، ودرجة حرارتها كانت بتوصل لحد -90. برافو. وإن هي كان اسمها طبقة التخلخل عشان الهيدروجين وال إيه؟ هيليوم؟ غاز الهيدروجين، الهيدروجين والهيليوم قليلين فيها. بنسبة صغيرة، برافو عليكي. طب حبيبة ايه رأيك تقولي لنا برضو الطبقة الثالثة كده زي رهف؟ شطورة يا رهف نفس النهاردة. شكرا. اه معاكي يا حبيبتي. نفس الحاجات بقولها لك يعني، ولا جت هي ما قالتهاش؟ لا لا نفس الحاجات بالظبط، هي قالت كله تقريبا، انا متابعة معاها. تمام. هي ترتيبها الطبقة الثالثة، الطبقة الثالثة، وهي اسمها الطبقة المتوسطة عشان هي في وسط الطبقات الأربعة. وإن هي أهميتها إن هي بتحمي الكتل الصخرية، يعني أي حاجة جاية من بره هي بتحميها، فبتكون الشهب عشان يعني الكتل الصخرية تحتك فيها، فهي بتقللها يعني. والضغط الجوي بتاعها حوالي 1%، هو مثل 1% بيعرف في 10 من 10. لا هو 1 ملي بار على طول، بس المفروض لا دي مش، انتوا الطبقة الثالثة 1 من 100 ملي بار. من 100، تمام، 1 من 100 ملي بار. وإن درجة الحرارة بتاعتها تنخفض كل فيلم متر على الفوق، تنخفض لحد ما طيب توصل لإيه؟ لـ93. طيب برافو عليك. سمكها ثانية 35. تبعها 35. طب ايه الغازين اللي فيها عشان كده خلوها شديدة التخلخل؟ الغازين ايه مس؟ الغازين الموجودين في الطبقة دي فسموها شديدة التخلخل. الهيدروجين والهيليوم. برافو عليكم، الهيدروجين والهيليوم. طيب الطبقة الرابعة، محمود تقدر تتكلم؟ نعم مس. ايه بقى الطبقة الرابعة اسمها ايه؟ رموش فيه الترموسفير. برافو عليك، هي سميت بالطبقة ايه؟ كمل. الشمع مش حلو، مش سامع. سميت بالطبقة ايه؟ سميت بالطبقة ايه؟ ايوه ايه الطبقة ايه؟ مين يعرف يا بنات؟ أنا مش عارفة الحرارية، الحرارية. برافو. طيب ليه سميت بالطبقة الحرارية؟ عشان عشان هي هي اسأل أسهل طبقات الغلاف الجوي. اهو. ما سمعتش، معلش قولي تاني. قول عشان هي أسخن طبقات الغلاف الجوي، برافو عليك. طب درجة الحرارة توصل فيها لحد كام؟ توصل لحد لحد 200. ميتين. مين يا ميس؟ 200؟ لا ألف مش ومتين 200، ألف ألف ومتين وميتين أيوة كده. برافو عليك. ها مين يعرف معلومات تانية عنها؟ أنا يا سعد.
طب كده هيمشي انا اقول لي. طب خلاص قولي قولي هرة. لا قولي انت. وبعدين. بس هيقول انا قلت من شوية. قولي انت بقى. تمام، سمكها حوالي 590 كيلومتر، وهي الطبقة الرابعة، تمام، وهي كان اسمها فيها حاجة كوكب. صغيرة كده كنا بنسميها الأيونوسفير، صح؟ إيه هي الأيونوسفير؟ هي بتعمل لها أهمية في الاتصالات، اللي هي الراديو والحاجات دي، بيعكس عليها عشان موجات، تعرف اسمها السمكة. موجات الراديو. تمام، أيوه، اوكي كملي. تقريبا ارتفاعها كان 700 تقريبا، أو لا مش عارفة شكلها. كانت ارتفاع بتمتد حتى الأيونوسفير. ارتفاع 700 فوق سطح ايه؟ مستوى سطح البحر. أيوه، من اول مستوى سطح البحر والفوق نحسب كام؟ نحسب 600. اوكي؟ طيب قلنا ان اهميتها الوحيده ان هي بتعكس موجات الراديو تبع ايه؟ البث طبعا ومحطات الاذاعه وفهمناها. طيب كان في حزامين اتكونوا معانا، اسمهم حزامين مين؟ فان الن. مين فان ألن. فاكرهم؟ أنا رهف. رهف، خلاص قولي خليها يا يارا. رب. مبسوطة منكم يا بنات خلاص بجد ان نسيبها انتم تغلط. مذاكرين الدرس، ومبسوطة منكم خالص ان انتم لسه فاكرين الدرس ومذاكرين، شكرا عليك. يعني فرحانة فيكم خالص خالص خالص. شطور بجد، ويا رب تعدل النت عندك يا محمود شوية. اوكي رهف، يعني ايه حزامي فان ألن؟ الحزامين بتوع فان فلن هما حزامين بيحيطوا بالأيونوسفير، وهما حزامين مغناطيسيين، واسمهم حزامين فان ألن عشان فان ألن هو اللي اكتشفهم. وأهميتهم ثانية إن هما يعني بيشتتوا ايوه الأشعة الضارة برافو عليكي، بيشدوا الاشعه الضاره. وبيبعدوها عن سطح الأرض، تازه، واسمه ايه ده اللي هو بيؤدي لظهور ظاهرة ايه، الأورورا ولا كان اسمها ايه؟ ايوه ايوه اللي بتظهر عند الأورورا، القطبين مين؟ اللي هي الشق القطبي اللي هو الأورورا ده. وايه هو اللي بقى الشق القطبي الأورورا ده؟ اللي هو ستائر ضوئية يعني بترى من القطبين الشمالي والجنوبي للأرض، وليها ألوان مباركة. تمام، برافو عليك. طيب اخدنا بعد كده الاكس سفير، بس بسرعه يلا يا حبيبه. هو مكان موجود فوق فوق الحاجات دي، هو بيندمج مع الغلاف الجوي، يعني هو ما بين هو والغلاف الجوي مع بعض. هو تمام، ايوه هو الأقمار الصناعية اللي احنا بنعملها في حاجات كتيرة، زي ان هما يعني يعرفوا ايه اللي تحت الأرض وحاجات زي كده. فاكرة بقى تمام، برافو عليك. طيب لحد دلوقتي في اي حاجه صعبه؟ تتهيألي الدرس بيه حفظتوه بقى معايا، صح؟ ايوه ايوه. طب الحمد لله عشان ما يكونش صعب عليكم في الحفظ. عايزين والتدريبات ليه نبدا عليه كتير قوي كده، ايه؟ بقول التدريبات عليه كتير قوي. شفت بقى، عايزين نحل كتير. اوكي هنبدا نحل. اكتب المصطلح حليناه. فين ده يا ميس؟ صفحة كام؟ صفحه 151. مية واحد اوكي وخمسين لا يا ميس. لا يا مس. طب اوكي يلا بينا نبدأ. رهف اول واحدة. تمام، لحظة واحدة بس اجيب القلم. كمان اوكي ساعة هجيب القلم كمان. مبروك. انا جيت شمس. طب يلا اول وانا واحدة. جيت تمام. غلاف غازي يدور مع الارض حول محوره حول محوره واو، ويمتد بارتفاع 1000 كيلو متر فوق مستوى سطح البحر. الغلاف الجوي للأرض. تمام، برافو عليك. الغلاف الجوي للأرض. حبيبة مس طيب، وزن عمود من الهواء، مساحة مقطعه، وحدة المساحات، وطول ارتفاع الغلاف الجوي. ايه ده؟ الضغط الجوي. الضغط الجوي، برافو عليكي محمود. رقم ثلاثة. ضغط محمود الجوي عند مستوى
ضغط الجو عند مستوى سطح البحر. ايوه مين ده؟ اسمه ايه؟ مصر. ايوه اسمه ايه؟ يعني هو بيقول لك اكتب المصطلح. الغلاف الجوي. لا مش الغلاف الجوي. مين يعرف يا بنات؟ طبقات الغلاف الجوي. انا لا عارفاه، قولي يا حبيبة. الضغط الجوي المعتاد. الضغط الجوي المعتاد، قلنا يا محمود قبل كده طالما الضغط عند مستوى سطح البحر يبقى على طول الضغط الجوي المعتاد. كان بيساوي كام يا بنات؟ كان بيساوي 1013 و25% مللي بار. برافو عليكم، ملي بار. طيب رقم 4. أي تمام. جهاز يستخدم لتحديد ارتفاع تحليق الطائرات بدلالة الضغط الجوي الألتيمتر. اوكي برافو عليكي. خطوط منحنية تصل بين نقاط الضغط المتساوية في خرائط الضغط الجوي الأزوبر. برافو عليكي صح. ازوار محمود. ايوه المنطقة الفاصلة بين التروبوسفير والستراتوسفير والتي تثبت عندها درجات الحرارة. المنطقة التروبوبوز. حد فاصل ما بين التربوسفير والستراتوسفير. التربوبوس. برافو عليك صح. ودوري انا يونس. اه يا رهف. تمام. الحد الفاصل بين الستراتوسفير والميزوسفير الذي تثبت عنده درجة الحرارة ستراتوبوس. برافو عليك صح. ستراتوبوس. طبعا كمان درجات الغلاف الجوي تتميز بأن حركة الهواء فيها رأسية التربوسفير. التربوسفير. تمام برافو عليكي. مين كان رأسي أفقية؟ الميزوسفير تقريبا. الميزوسفير. ايه رأيك يا رهف؟ أمي هو سؤالك السؤال ايه؟ انت مش معانا يعني، انت طلعتي في النص. انا معاكم يا ميس، بس انت جاوبت على السؤال بعدين قلتوا ايه؟ مين اللي بيكون فيه حركة الهواء أفقية؟ ستراتوسفير. الستراتوسفير بتكون حركة الهواء أفقية. تمام برافو عليك. الستراتوسفير مش الميزوسفير. يبقى أول حاجة التربوبوز حركة الهواء بتكون رأسية، لكن مين أفقية؟ الستراتوسفير اللي بعدها على طول. ماشي يا حبيبة عشان تحفظيهم كده. أول طبقة إيه؟ رأسية. تاني طبقة أفقية. تمام. خليكم تحفظيهم بالطريقة دي هيكونوا أسهل عليكم. ايه اللي بعدها محمود؟ طبقة من طبقات الغلاف الجوي يطلق عليها الغلاف الجوي الأوزوني. ميسوسفير. الميزوسفير. ايه رايكم يا بنات صح؟ الميزوسفير الأوزوني. الستراتوسفير. الأوزوني. ستراتوسفير. أيوة يا ستراتوسفير. ستراتوسفير. محمود ركز معانا شوية. اوكي يلا اللي بعدها. طبقة مشحونة تنعكس عليها موجات الراديو الترموسفير اللي جواها الأيونوسفير. الايونسفير. فالطبقة دي اسمها الايونسفير على طول. تمام. اوكي ايه المشكلة دلوقتي؟ الصوت معلق. دوري. ايوه دوري. سمعتيني يا حبيبة؟ ايونوسفير. أيونسفير. لا لا انت 10 السؤال جاوبتها. بتاعك رقم 11. 11. تمام. هذا ما يعني هتعمل بالأيونسفير ويقومون بتشتيت الأشعة كمان. فان ألن. تمام بان انا برافو عليك.
محمود دورك. ستائر ضوئية ملونة مبهرة ترن في القطب الشمالي والجنوبي للأرض. الإكسوسفير. دي مش طبقة، دي ظاهرة، كان اسمها ظاهرة ايه؟ فكر كده شوية يا محمود، لو فكرت هتجيبها. هي ظاهرة حلوة جدا. متى عارفة؟ القشقزح. لسه أنا عارفة، عارفة يا هاي يا محمود، استسلمت وخلي حد من البنات يجاوب. بس بقول لك القشقزح. بس خزح ايه يا محمود؟ ايه دخل القزح دلوقتي يا حبيبة؟ تمام، برافو عليك، الأورورا. يلا يا رهف، دوري. المنطقة التي يندمج فيها الغلاف الجوي للأرض والفضاء الخارجي الإكسوسفير. تمام، برافو عليك، صح. يلا بعدها اختار. أرمل بار يعادل صح، 1000 بار. ألف بار، برافو عليك. بس الحاجات دي ايه بقى عشان انا مش بعرف اعملها؟ براحة، بيقول لك الشكل يعبر عن تغير الضغط الجوي في الارتفاع عن سطح البحر. مش المفروض كل ما نرتفع عن سطح البحر يقل الضغط الجوي؟ اي صح. الضغط مين من ده دول؟ قيمته مش ايه؟ كمان، بس الضغط الجوي بيرتفع كل ما بنطلع فوق سطح البحر، اه بيقل، فبقول يعني عمود الهواء يعني بيقل كل ما تطلعي فوق سطح البحر، عمود الهواء بيقل زي ما طلعتي فوق الجبل. تمام. ايوه انا فكرت ان حضرتك قصدك ان اطول بالعمود، مش ان اطلع على حاجة لا لا، عالية. يقل تمام الضغط الجوي بيقل يا مستر كل ما بنطلع عن سطح البحر. فهنا المفروض دي 1 2 3، ده الترتيب، وفوق هنا مثلا 1 2 3 4. هنا بيقول لكم ان الضغط الجوي يا بنات بينزل لتحت، يعني بنقل. طب ومين اللي بيزيد الارتفاع عن سطح البحر؟ تاني، هنا الضغط الجوي عمال ينزل لتحت عمال يقل، طب ومين اللي عمال يزيد الارتفاع عن سطح البحر؟ صح؟ نسيت، انتوا كده جاوبتوا السؤال. اه احنا كده جاوبنا السؤال، مش مشكلة. هو ما كانش دوري اصلا يعني. المهم فهمتوه؟ فهمتي الرسمة البيانية يا حبيبة؟ هو انا فهمتها بس حاسه مش قوي. تاني بالراحة، تعالي نرسمها بره، يمكن نكبرها شوية. هنا ادي المحورين، اقول لك ان هنا ده الضغط الجوي وهنا الارتفاع. تعالي نرقمها، يمكن لو رقمناها هتفهميها اكتر. هنا 10 20 30 وليكن فوق 40، هنا 10 20 30 40. بص الرسمة بتقول لك ازاي، ان الرسمة عمالة تنزل لتحت، يعني الضغط الجوي عمال ايه، يقل، صح؟ طب مين عمال يزيد؟ الارتفاع، الارتفاع. يبقى بيقل الضغط الجوي كل ما يزيد مين؟ الارتفاع الارتفاع. فهمناها؟ فهمناها يا مس. تمام، يبقى بيقل الضغط الجوي، يعني انت عماله تنزلي لتحت، كان 40 بقي 30 بقي 20 بقي 10، طب مين اللي بيزيد معاكي؟ الارتفاع. تمام تمام، يلا مين عليه الدور؟ أنا أرى. لا محمود، لا محمود رافيا بس بعد هو حبيبة أبو مين؟ ثانية. انتي حليتي أول سؤال وبعديها هنبدأ برهف، أيوة يلا يا رهف، رقم 3. تمام. في الشكل المقابل الضغط الجوي عند النقطة A هيكون أقل الضغط، من الضغط الجوي المعتاد. برافو عليكي، أقل من الضغط الجوي. الضغط الجوي أصلا كلهم سؤال واحد. أيوه فاهم، كملي. الضغط الجوي عند النقطة B أكبر من الضغط الجوي المعتاد. لا مش الضغط الجوي المعتاد اللي هو عند سطح البحر اللي هو طب ما C النقطة بي هنا عند سطح البحر. B كده على سطح البحر؟ أيوة
يبقى يساوي. اما اللي تحت بقى تكون اقل من ضغط الجو المعتاد. أقل ولا أكبر؟ اكبر اكبر ماشي. أكبر، برافو عليك. حبيبة نعم يا مس. دورك يا فهذا حبيبتي، عليك أمس. هو المفروض أنا أسأل السؤال لأبو زرها. أقول تاني؟ انت هتقولي السؤال ده رقم 4. تمام. ارتفاع تحليق طائرة الضغط الجوي خارجها 100 مللي بار، نقص ارتفاع تحليق طائرة الضغط الجوي خارجها 90 مللي بار. عايزة تركيز شوية، بيقولك إن في طائرتين، عندك طائرة الضغط الجوي بتاعها عند 100 ملي بار، وواحدة الضغط الجوي بتاعها 90، تمام؟ فشوفي بقى مين ارتفاعهم أعلى من التانية. أساعدك؟ ايوه أساعدك. ماشي. بصي بقى، أنا عندي طائرة مش انت وصلت لحد ارتفاع كام؟ 100 ملي بار في الضغط، وطائرة تانية وصلت الضغط الجوي بتاعها وصل لحد 90 ملي بار، المفروض 100، هنا ده 90 صح؟ لأن يعني الضغط الجوي كل ما بنطلع لفوق باله بيزيد، فده 100 واللي تحت 90، يبقى المفروض ارتفاع الطائرة دي أكبر من ارتفاع الطائرة دي صح؟ صح، يبقى أكبر منه. أكبر من، فهمتيها كده يا رهف؟ أنا أصلا يوم كنت حلاه أقف انتهى. أوكي طيب، يلا يا محمود. من أجهزة قياس الضغط الجوي الأنيمومتر رقم جي. صح يا بنات، غلط احنا ما اخدناهوش غلط ده يا مس. بالراحه، احنا ما اخدناهوش يا محمود، ايه اللي اخدناه؟ ركز كده هتجيبها. مس هو رقم مس نعم هو برضه هو بمان ده اللي هو كنا بنعمله له عشان نعمل المية اللي هو المصعد والمهبط والحاجات دي. برافو عليكي، صح، عشان نعمل تحلل كهربي للميه. ها يا محمود، والضغط الجوي بيقاس بحاجة اسمها البارومترات. لا دي وحدة القياس بس، الأجهزة الألتيميتر. تمام. طيب يلا رهف، تمام. عند الارتفاع لا قصدي يرمز لمركز مناطق الضغط الجوي المرتفع بالرمز H. اتش، برافو عليكي، وده مناطق الضغط الجوي المنخفض بالرمز ال ال، برافو. يلا يا حبيبة، عند الارتفاع 13 كيلومتر تقريبا من سطح الأرض. سطح الأرض يكون ضغط جوي 100 مللي بار. يعني ايه سطح الأرض؟ شوفي سطح البحر. المفروض كان سطح البحر، بس انت ارتفعتي 13 كيلو متر، ايه اللي يحصل للضغط الجوي؟ هيزيد. طب ركزي كده، مين اللي كان ارتفاعه 13 كيلو متر؟ اللي هو سمكها الطبقة اللي كان سمكها 13 كيلومتر، ايوه مين بقى؟ التربوسفير التربوسفير. الضغط الجوي بتاعها كان كام؟ كان 100. 100 ولا 1000؟ لا 100. 100 صح، برافو عليكي 100. ها مين بعدها؟ محمود؟ إذا كان تحدث كافة الظواهر الجوية في الميزوسفير. لا يا محمود ركز شوية، على فكرة أنت عندك دوشة عشان كده مش مركز ومش بتحل صح. ليه مش قاعد في أوضتك؟ اقعد في أوضتك يا محمود. ترابوسفير. التربوسفير. يلا يا حبيبة، دوري أنا. رهف، دور رهف فعلا. إذا كانت درجة الحرارة عند سفح الجبل 20 وعند قمته 7 متر، فإن ارتفاع هذا الجبل يكون حوالي، هنجمع العشرين والسبعة ثانية. بيقول لك درجة الحرارة عند السطح 20
وعند ودرجة القمة الحرارة. 7. عايز الارتفاع، دي بقى عايزة تركيز مش عايزة قوانين. بس كده هنا ب 20 وهنا ب 7، قولي لي ارتفاعه كام؟ ما المفروض اعمل ايه؟ شوفي اللي احنا اخدناها عن الارتفاع، كل ما نطلع كيلو ما هو كل ما نطلع كيلو بيزيد 6.5، بيزيد ولا بيقل بيقل؟ 6.5. شوفي احنا طلعنا قد ايه؟ يعني هجمع واشوف طلعت قد ايه. بالراحة، من 12 ناقص 20 ناقص 7 فيها الكام يا بنات؟ 13 صح؟ مش المفروض 13 دي عبارة عن 6 ونص و6 ونص؟ يعني ارتفاعه الجبل ده قد ايه؟ 2 كيلومتر. يعني بيقل لي يا مس كل ما بنطلع 1 كيلومتر 6 ونص، فهو كان 20 بقي 7، يعني قال لي 13 درجة. طب ال 13 درجة دي عبارة عن ايه؟ 6 ونص و6 ونص، وكل واحدة من دول بتقل كام؟ 1 كيلو. كل ما نطلع كام؟ 1 كيلو. يبقى المفروض ارتفاع الجبل كام يا بنات؟ 2 كنت كيلو. 2 كيلو 2 مش متر متر. 2 كيلو متر. انها تمام. تمام، هناخد 10 و11 و12 و13 و14 لحد 15 واجب، وانا اقول لكم كملوا بقى يحضر كل واجب لحد 20. اوكي، تمام انا شايفه خلاص. ان انتوا لو قعدتوا مع بعض، يعني لو كل واحده فيكم قعدت نص ساعه او 10 دقائق بالكتير خالص هتخلصوا الحل. انتوا يعتبر الدرس كله حفظتوه معايا. تمام، اشوفكم الحصه الجايه ان تمام شاء الله. إن شاء الله. يلا السلام عليكم يا بنات.